واحد من مراكز جمعية العون المباشر، واللي تشوفونه وراي هذا توزيع افطار الصائم. العون المباشر وتحديدا قبل اسبوع من بداية رمضان توفر هذه المواد الغذائية الناشفة اللي تشوفونها، عبارة عن عيش ودخن وفاصوليا وسكر ودهن لأسر. هذا الآن تشوفونه أعمى، وكثير من هني المعاقين أو أمهات الأرامل يتم توزيع عليهم في هذا المكان. طبعا العون المباشر شغالة في كل أفريقيا، في قرى، في مدن وغيره. هني بالمكان هذا في نيامي في وسط العاصمة يوزع الإفطار الصائم فقط، المكان هذا أو التوزيعة هذه فقط حق اللي هم المعاقين أو أمهات الأيتام. والتوزيع عشان يصير فيه ترتيب وكل واحد يأخذ حصته، يحطونه بالشكل هذا، بعدين يجيبونهم واحد واحد وكل واحد يأخذ حصته، يأخذ حصته ويتوكل على الله. عسى ربكم في عونهم يا رب. وجود المواد الغذائية عنده قبل بداية رمضان يأمن له حتى نفسيا في رمضان. استأنست يوم شافت الدهن، يوم لمست الدهن. ما دل جماعة ترى مجال التبرع الآن مفتوح، ويعني يمديكم اللي وده يتبرع أو يشارك، اللي وده يشارك أو يشتري لهم مواد غذائية وإفطار صائم بهذا الشكل يقدر من خلال موقع جمعية العون المباشر يتبرع.